لو بدي اكمل اليوم انه انا بدي اعمل اري اوف ستراكشرز، يعني بدي اعرف اري وفيها مجموعه من الطلاب، وهذا الشيء المنطقي اكثر. يعني انا اكيد لما بدي اعرف ستراكشر بدي ادخل فيه بيانات مجموعه من الطلاب، ما راح اقعد اعرف فيهم واحد وان باي وان او انه طالب طالب. فاللي بدي اعمله هنا انا خلص بدي اعرف اري بنفس الطريقه اللي كنا فيها نعرف الاري العاديه. خليني اكتب هنا العنوان array of structures. طيب هنا الاري راح احدد نوعها. انا قبل كنا نحكي integer array وهنا السايز تبعها، الان اختلف الموضوع انه بس بدل integer بدي احدد نوعها student. طالما في عندي structure student فانا بدي اعرفها student. الان مع الاري هاي كل عنصر فيها، تمام، في عندي 5 عناصر، كل عنصر اخذ البيانات الخمسه اللي فوق او الثلاث اللي فوق تبعين من ستودنت. طبعا ادراج او لو بدي ادخل البيانات هاي اما بدخلها مباشره، فباجي بحكي هنا array للصفر دوت ايش عندي first name. هنا ما بدي اعمل يساوي، حكينا ان السترينج ما بدي اعملها يساوي، فبدي اعمل string copy str copy، تمام. وهنا عندي هاي المتغير وهنا الاسم، فهيك انا دخلت الاسم للعنصر الاول في الاري، دخلت له الفيرست نيم. هاي كمثال. طبعا هذا الحكي كمان ما بدي اشتغل عليه، بدي اشتغل عليه ايش؟ انه فور لوب فور انتجر اي تساوي صفر واي اقل من حجم الاري اللي هي 5 عندي، وعندي هان اي بلس بلس، وهنا راح اعمل لوب ادخل فيه القيم. طبعا انا عندي اوريدي فانكشن اسمه في الاري، تمام، استخدمته عشان يعبي لي القيم. فانا هنا بدي استدعي الفانكشن. فشو راح احكي؟ راح احكي اري للاي تساوي في الانفو، هي طلعت معي، وبدي ابعث لها اري للاي، انه خذ هاي اري الاي دخل القيم فيها ورجع لي اياها وخزنها كمان في اري للاي. هيك راح ياخذ البيانات ويدخلهم في كل عناصر الاري. نفس الفور لوب بدي اعيده، فور انتجر اي تساوي صفر واي اقل من 5 واي بلس بلس. هنا بدي المره هاي بدي اطبع برنت انفو، انا عامل فانكشن اوريدي برنت انفو، بدي ابعث له اري للاي انه يطبع لي كل بيانات الاري اللي هاي اللي انا عملتها. طبعا انا فوق بدي هنا بدي اعطل ستودنت 3، بديش يطلع لي كل اللي دخل بيانات، يعني الاجزاء اللي عملتها فوق، وحتى هنا برنت انفو هذول ما بدي اياهم، خلينا اوقفهم كومنت، عملت لهم كلهم كومنت، تمام. هيك انا لو جيت هسه عملت رن بحكي لي هنا في عندي في عندي برنت اف، هي مش برنت اف، هي برنت انفو، هاي برنت انفو، تمام. هنا اعمل رن، هاي طلعت عندي بليز انتر ذا فيرست نيم، خلينا نحكي الفيرست نيم مثلا احمد، لاست نيم علي، الجي بي اي 3.4. هنا عندي بليز انتر فيرست نيم اند لاست نيم. هنا قرأ السطرين ورا بعض من دون ما ياخذ مني الفيرست نيم، يعني الفيرست نيم دشروا اعطوا الطلب للاست نيم من دون ما ينتظر مني اني ادخل البيانات. حدا جربها او حدا واجه مشكله زي هيك فيكم؟ الاشكال هذا اللي صار عندي انه بيقرا اثنين ورا بعض. شو سببه؟ سببه انه السبب انه هنا عندي اخر شيء السكان اف ما بتقرا لنيو لاين. يعني احنا لما نيجي نكتب سكان اف هنا ودخلنا الجي بي اي، دخلنا الجي بي اي 3.4 صح؟ عشان ننتقل كنا نضغط انتر. الانتر شو يعني او شو بفهمها؟ الانتر يعني نيو لاين باك سلاش نيو لاين. طيب انا هذا فعليا اللي صار عندي لو انا اكتب في الكونسول، دخلت 3.5 وانتر، فهنا صار عندي نيو لاين. السكان اف هاي ما بتقرا للنيو لاين، خلص قرات 3.5، فايش ضل عندي هولدنج هان باك سلاش ان. لما رجعت انا على كمان من جديد وجيت اقرا الجيتس هاي الفيرست نيم، الجيتس هاي شو قرأت؟ على طول قرأت الباك سلاش ان
وانتهت وحولتني على الجملة اللي بعديها هان اللي هي been the second name. واضح؟ هذا اللي بصير عندي، إنه أنا دائما إذا بدي أستخدم scan if وبعدي gets character أو بدي أقرأ character، تمام؟ اللي حيصير عندي إنه بعد استخدام scan if لnormal data type إنه صار في عندي backslash n. الباكسلاش إن هذا إذا جيت بعديها قرأت كاركتر سكان إف كاركتر أو جيتس كاركتر زي هنا سترينج، فمباشرة راح يأخذ هاي الباكسلاش إن وخلاص ويقرأها وينتقل للي بعده. فأنا عشان أتجاوز مشكلة زي هيك بدي أستخدم التريك بسيط إنه مباشرة بعد ما يقرأ السكان إف تمام أعطي لي إيش جيت كاركتر، بدي أقرأ كاركتر هاي جيت كاركتر راح تقرأ كاركتر، شو الكاركتر اللي راح تقرأه اللي هو باك سلاش إن. يعني أنا بعد ما طبعت 3.5 وهنا عملت لي باك سلاش إن 3.5 طبعا قرأها للسكان إف، وهاي الباك سلاش إن بدل ما تظل موجودة قرأتها في الجيت كاركتر. هسا لما نيجي يرجع فوق عند الفيرست نيم كمان من جديد خلاص ما في عندي باك سلاش إن فبيشتغل معي صح. ولو جينا جربنا هيك خليها جيت كاركتر وعملنا رن، طيب هاي فيرست نيم هاي أنس وهنا علي وال 3.4 وجيت هنا طلع هنا راحت الإشكال اللي عندي بطل يعطيني إياهم فوق بعض. جيت حكيت please enter the first name كمان مرة حامد وهنا أحمد والجي بي اي 2.8 وهنا عندي محمد وفادي last name وهنا الجي بي اي 4 وعندي كمان هنا علي حازم والجي بي اي 3.5 ضل عندي آخر اسم خليني أدخله زي ما بدي جاد فؤاد اللاست نيم وهنا عندي 3.2 فهنا طبع لي هسه طبعا البيانات كاملين هاي الاستراكشر الاريف استراكشر الاسماء كامله ابتداء من انس علي كل واحد الجي بي اي الاسم الاسم والجي بي اي هيك طبع لي اياهم بشكل كامل بدون اي مشاكل.